السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب، وأيضا نرحب بمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. ومرحبا يا حمد. الله يرحب بك يا أبو محسن، حياكم الله مشاهدينا الكرام. في حلقة الليلة بنتابع مع ضيوف مميزين في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة، وفي أبرز عناوين حلقة الليلة: سمو الأمير والرئيس البوتسواني يعقدان جلسة مباحثات، رئيس مجلس الوزراء يشهد افتتاح طريق الخور الساحلي، عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الدكتور موغ ويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري قبل ظهر اليوم. وتناولت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الاستثمار والمعادن والبنية التحتية والنقل الجوي، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب الجلسة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن التعاون في المجال الدفاعي وفي مجالي الشباب والرياضة وفي مجال الثقافة وحول المشاورات السياسية. حضر الجلسة ومراسم التوقيع عددا من أصحاب السعادة والوزراء، ومن الجانب البوتسواني حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس بوتسوانا مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأمير. شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم افتتاح طريق الخور الساحلي طريق الخور، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة. في أجواء احتفالية افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من التقاطعات بمشروع طريق الخور الساحلي، حيث اكتملت معظم الأعمال الرئيسية به وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 80%.
طريق الخور تم افتتاحه اليوم بشكل كامل للحركة المرورية من الدوحة إلى الخور ومن الخور إلى الدوحة ذهابا وإيابا. طول الطريق حوالي 33 كيلو متر، خمس مسارات في كل اتجاه. يضم هذا الطريق حوالي 10 تقاطعات متعدد المستويات ذات تدفق مروري حر. تم افتتاح حوالي اليوم ثلاث تقاطعات رئيسية، منها اللي هو تقاطع الطرفة في بداية الطريق من جهة الدوحة، يربط مدينة الوسيل بشارع الطرفة المؤدي إلى جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع والمناطق المحاذية. التقاطع الثاني اللي هو تقاطع اللي يربط طريق الخور بطريق المجد وصولا طبعا إلى دخان والمنطقة التعليمية والمدينة التعليمية إلى آخر هذه المناطق. التقاطع الثالث اللي هو تقاطع سميسمة اللي يربط مدينة سميسمة بطريق الشمال الرئيسي ومنطقة تنبك والمناطق طبعا المحاذية. القدرة الاستيعابية لهذا الطريق حوالي 20,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بينما كان في الطريق السابق حوالي 8,000 مركبة في الساعة فقط. يختص الزمن الرحلة حوالي 65% مما كان عليه، ومقارنة أيضا اليوم بطريق الشمال الرئيسي الزمن الرحلة من نادي الجولف إلى مدينة الخور حوالي 20 دقيقة فقط. نسبة الإنجاز اليوم مع هذا الافتتاح حوالي 80% من الأعمال الكلية لهذا المشروع، والمتوقع إن شاء الله إنجازه في سنة 2020، في منتصف إن شاء الله سنة 2020 سيتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع. الجدير بالذكر أن مشروع الخور الساحلي بتقاطعاته سيشكل إضافة مهمة للطرقات السريعة التي تربط الدوحة بمختلف مناطق الدولة، كما أنه سيوفر الوقت والجهد لكل مستخدمي طريق الخور الساحلي. للمزيد من التفاصيل عن افتتاح طريق الخور الساحلي يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو المهندس حسن سعيدان المعجبة، نائب مدير مشروع طريق الخور السريع. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سالم. الله يبقيك. وفي البداية ألف مبروك على الافتتاح المشرف، اللهم لك الحمد والشكر. واللهم لك الحمد والشكر، أشغال رأيتهم بيضة في كل المشاريع اللي سووها. الله يسلمك أخوي حمد، تسلم. الله يعافيك، تستاهلون، الله يحفظك. يا مرحبا وغلا. أبو سالم، لو تعطينا في البداية أو تقدم للمشاهدين نبذة عن افتتاح طريق في البداية. أحب أشكركم وأحب أشكر رعاة الريان على استضافتكم، واجبنا الحق، وهذه دليل على دعمكم للتنمية الاقتصادية ودعمكم للمشاريع، واجبنا. شيء هذا مو غريب عليه. الله يجزاك، الله يعطيكم العافية على جهودكم. الله يعافيك ويرحم والديك. الشيء الثاني، تم اليوم افتتاح وتدشين مشروع الخور السريع بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، وتم افتتاح ما يقارب 33 كيلومتر في بداية من جنوب نادي الجولف وصولا لمدينة الخور، ومن مدينة الخور كذلك إلى مدينة الدوحة، بالإضافة إلى ثلاث تقاطعات رئيسية متعددة المستويات. التقاطعات هذه تقاطعات تقاطع الطرفة، تقاطع سميسمة، تقاطع طريق المجد. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. هو 33 رايح وجاي ولا 33 رايح وجاي؟ لا، كامل التوتل. لا، الطريق الواحد 33. 33 يعني التوتل تقريبا 95. الله يوفقكم. 96. نعم. الله يسلمك. كم مسار بالإضافة إلى نبذة عنا؟ ممكن حنا نعتبر هذا الطريق بمثابة طريق أولمبي. نتيجة لاحتوائه على ملعبين، ملعب كأس العالم المهمة اللي هي استاد الوسيل واستاد نادي البيت، وراح يستغرق زمن الوصول بينهما ما يقارب 15 دقيقة. اللهم لك الحمد. كذلك يسهل الوصول إلى ملاعب كأس العالم الأخرى عن طريق اتصاله بالطرق الرئيسية مثل طريق المجد وطريق الطرفة وطريق الشمال. مثل استاد المدينة التعليمية واستاد الريان واستاد ثمامة تقريبا. وفي بعد بالإضافة إلى حلبة الوسيل بعد. صحيح صحيح. وملعب الوسيل هو حق اليد. صحيح. اللي كان فيها بالإضافة إلى مسارين للدراجة الهوائية، يوجد مسار مشترك للدراجة الهوائية والمشاة على امتداد كامل المشروع. ما شاء الله. كذلك يوجد مسار بعد أولمبي من استاد البيت، مخصص لاستضافة البطولات، مصنف حسب معايير دولية، من استاد البيت لاستاد الوسيل. نعم. من أهداف هذا المشروع أو من مزايا هذا المشروع، نقدر نقول إنه راح من افتتحناه اليوم، إذا بنطلع من مدينة الخور إلى مدينة الدوحة لازم نحن قبل الافتتاح نستخدم طريق الشمال. نعم، الرئيسي. وهذا راح يستغرق ما يقارب 45 دقيقة.
والحين ان شاء الله بعد الافتتاح راح تلاحظون انتم زمن الرحله ما تتعدى تقريبا 20 دقيقه. من وين ابو سالم؟ من الدوحه. من الدوحه للخور. من الدوحه للخور 20 دقيقه. الليله انا ناوي اسري عليها. الله يعطيك العافيه. كلها ظاهر متخاوى. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يطول عمرك. احنا بنتكلم على يعني المزايا الخاصه في هذا الطريق اللي هو طريق الخور السريع يعني الساحلي، في مزايا خاصه سمعنا عنها نبغى نتكلم عنها للمشاهدين. هو المشروع الأول من نوعه اللي يملك يعني مسار للسكك الحديدية في الجزيرة الوسطى في منتصف الطريق بعرض ما يقارب 27 متر ابتداء من بداية المشروع حتى نهاية المشروع في نص بين الشارع. بين الشارع نعم. والجزيرة هذه 27 متر تقريبا، وبالإضافة إلى وجود محطتين رئيسيتين اللي هي محطة لوسيل ومحطة محطة قطار محطة استاد لوسيل ومحطة استاد البيت لنقل الركاب. كذلك يوجد ايضا معبر مشاه يقطع من استاد البيت، ممكن يخدم استاد البيت وممكن يخدم بعد المواقف الجماهير فيما بعد في 2022 وفي ان شاء الله الاستضافات او البطولات القادمه باذن الله. باذن الله. لو نتكلم عن يعني ارقام مهمه تخص هذا المشروع بسالم، تم انجاز يعني في لحظتنا هذه تم انجاز ما يقارب 80% من كامل المشروع. يعني تقريبا مشروع كامل. كامل. تقريبا يعني مشروع كامل. باقي الاشياء يمكن كماليات ابو سالم نقدر. باقي الاشياء تقاطعات، احنا افتتحنا التقاطعات الرئيسية المهمة. اللي ذكرت ثلاث تقاطعات. نعم اللي ثلاث تقاطعات افتتحناها بشكل كامل. نعم. وباقي التقاطعات السبعة راح إن شاء الله تفتتح في آخر السنة هذه. بالإضافة إلى المسارات، مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة راح تكون بعد من ضمن المشروع. بإذن الله. بالإضافة إلى أن احنا يعني افتتحنا المشروع هذا قبل ما يقارب سنة من التاريخ المتفق عليه. هذا إنجاز كبير في العقد. نعم وهذا إنجاز الحمد لله رب العالمين. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك. الوقت قاعد يداهمنا أبو سالم، لكن أكيد في تحديات كبيرة واجهتكم صعوبات، ولكن الاستعانة برب العالمين وجهود الشباب القطريين حتى المهندسين خلتكم تتجاوزون هذه الصعوبات. نبغى نتكلم على التحديات اللي واجهتكم وتجاوزتوها ولله الحمد. الله يعطيكم العافية. الله في كمية كبيرة من الأعمال الخدمات. مثل شبكات الصرف الصحي، شبكات الاتصالات، فودافون ويريد، ولازم هذه كلها مثل ما انتم عارفين لازم لها ابلكيشنات او تقاديم، وما يصير نحن نشتغل فيها قبل لا نحصل موافقه من الجهات المعنيه مثل كهرباء مثل فودافون. لازم الواحد بعد يطلع المشروع، وهذا كله ياخذ وقت متكامل. نعم. والحمد لله رب العالمين. هذه من احدى الصعوبات، لان المشروع اصلا سريع التنفيذ. بلشنا احنا فيه من الربع الاخير من سنه 2016، والمدة قصيرة جدا بالنسبة للمشروع مثل هذا وسريع التنفيذ. فالحمد لله رب العالمين في وقت قياسي تخطينا الأمور هذه وخلصنا الأكثر يعني دائما أكثر دائما نسبة من المشروع. دائما أشغال تكون قد هذه الأحداث الكبيرة وتدفع أجل تنمية دولة قطر. هذا يساهم بشكل كبير. مهندس حسن سعيدان المعجبة نائب مدير مشروع طريق الخور السريع، شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافيه. ما قصرت. الله يكون بيضة. طول عمرك وبلغ سلامنا تسلم على راس عندكم في الهرم. الله يعطيكم العافيه. ما قصرت. الله يسلمك. شكرا. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وعقب الفاصل نرجع ونكمل فقره الترحيب، خلكم معنا. مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. من بعد هذا الفاصل يتوجه الناخبون غدا لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي، حيث من المقرر ان تبدا عمليه الاقتراع في تمام الساعه 8 صباحا وتستمر حتى 5 عصرا. للاطلاع على اخر الاستعدادات معنا في الاستديو العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير اداره التخطيط والجوده وعضو اللجنه الاشرافيه في وزاره الداخليه. يا مرحبا ومسهلا ابو ماجد، والله يعطيكم الصحه والعافيه على الجهود اللي قاعدين تبذلونها على اساس هذا العرس اللي راح يكون باذن الله تعالى بكره العرس الانتخابي، ويكون يطلع على ابهى صوره باذن الله تعالى للناس في قطر. في البدايه نبغى نتكلم على استعداداتكم ومدى جاهزيه الدوائر الانتخابيه للاقتراع بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا ارحب فيكم واشكركم على استضافتنا في هذا اليوم. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. طبعا الحمد لله اللجنه الاشرافيه على انتخابات الدوره السادسه للمجلس البلدي
حقيقة أتمت استعداداتها كاملة في متمثلة في اللجان التنفيذية الخاصة فيها، وهي اللجنة الأمنية طبعا وفرت القوى الأمنية اللي تأمن جميع المقرات اللي راح يصير فيها التصويت بكرة إن شاء الله. نعم. وكذلك اللجنة الفنية عدت النظام اللي راح يسجل فيه الناخبين أو يقيد فيه الناخبين في الحضور، وكذلك لجنة الإمداد والتجهيز اللي أعدت جميع الاحتياجات اللي المطلوبة للجان الانتخاب اللي هي برئاسة قاضي وعضوية اثنين مدنيين من واحد عسكري وواحد مدني لعملية الانتخاب، وجهيت لهم كل الأدوات اللازمة لعملية التصويت وعملية الاقتراع. ما قصرت. نعم. بكرة إن شاء الله راح يكون في عرس ديمقراطي في دولة قطر. نعم. والكل بإذن الله راح يروح ويختار المرشح اللي مثله في دائرته بإذن الله. إن شاء الله. في النهاية هذا كله يصب في مصلحة بلدنا الغالي العزيز قطر. الانتخابات تبتدي من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء. نعم. بعد الساعة 5 راح تسكر، ما يقدر حد يصوت، لكن لو تكلم أو توضح المشاهدين أبو ماجد أبرز خطوات العملية الانتخابية من يروح لين يطلع. طبعا إيش الخطوات؟ إن شاء الله يوم التصويت هو مرحلتين أساسيتين يوم التصويت قدم. نعم. اللي هي المرحلة الأولى مرحلة التصويت لدخول الناخب وتقديم بطاقته كناخب وأخذ البطاقة الاقتراع من لجنة الانتخاب والتصويت. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إغلاق الأبواب بعد الساعة 5 وتمكين الناس اللي موجودين في المقر الانتخابي من إتمام عملية التصويت والفرز لغاية ما يخلصون، بعدين إغلاق الأبواب ويبقى بس المرشحين موجودين لعملية الفرز وعدد البطاقات وإعلان النتيجة. هذه المرحلتين اللي تتطلبهم عملية التصويت غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. ومن المتوقع الساعة كم إن شاء الله تكون نتائج واضحة وخالصة؟ على حسب النتائج اللي تجينا من الدوائر، لأن الفرز بيكون في نفس الليلة إن شاء الله. طبعا كل ما خلصت الدائرة راح تعلن النتيجة في الدائرة نفسها وتبلغها اللجنة الإشرافية عشان تبلغ نتيجة التصويت في جميع الدوائر في إعلان. وإحنا أبو ماجد بكرة بنكون معاكم في تغطية خاصة على شاشة قناة الريان مباشرة من الساعة 5 مساء إلى 8 مساء بإذن الله. في هذا الوقت بيكون إن شاء الله بينت كل الدوائر ومن المرشحين الفائزين، وبنوضح هذا كله للمشاهدين. فكونوا على الموعد بكرة مشاهدين الكرام من 5 مساء إلى 8 مساء بإذن الله، راح نكون في بث مباشر على شاشة قناة الريان وتغطية خاصة لهذا الحدث والعرس الديمقراطي بإذن الله تعالى. العميد عبد الرحمن، نبغى نتكلم يعني في المحاذير اللي المفروض ان ما يطيحون فيها لا الناخبين ولا حتى المرشحين اللي بكره راح يروحون يصوتون، بعضهم يقع في اخطاء بسيطه قد تحرمه التصويت حق مرشح اللي هو حاب يرشحه، فنبغى نتكلم على هذه الاشياء. طبعا احنا ننوه دائما للناخبين انه يعني ما تصير عمليه اعلان للمرشحين داخل المقرات الانتخابيه، او واحد يوزع بطاقات خاصه بالمرشح في الدائره الانتخابيه. هذه من المحاذير اللي احنا ننوه انها تتوقف تماما في المقرات الانتخابيه. بمعنى يا ابو ماجد، يعني لو على سبيل المثال انا وخالد في نفس الدائره، يعني مثلا قصدك ان مثلا ناس من صوبي اقول لما يدخلون ناس بيرشحون يروحون لهم مثلا يبلغونهم انه لا رشحوا حمد راح يسوي لكم، هذا اذا برع الدائره ما في مشكله، لكن داخل الدائره لا هذه محظوره طبعا ممنوع. اما برع الدائره فما عندك مشكله. بعض الدول طبعا تمنع عمليه الدعايه الانتخابيه يوم الانتخاب كامل في اي مكان برع وداخل او حسب او على الميديا، طبعا توقف تماما الدعايه الانتخابيه. بس احنا في المقرات الانتخابيه ان يتم الاحتفاظ بعدم، يعني انا جاي ارشح فلان مثلا، جاي ارشح حمد، فانا ما اعلن وانا داخل ان انا والله برشح حمد طبعا للعامه او للناس، خاصه لان التصويت هذا راح يشطب طبعا صوتي. لو دخل وقال انا بعلنها وانا صوت حق فلان نعتبر تصويته باطل. تصويته باطل، ممكن يسحب بطاقته رئيس اللجنه. طيب وغيرها من المحاذير المرشحين، احنا نتطلب دائما ونقول لهم انه يكونون ملتزمين في مقاعدهم ويراقبوا عمليه التصويت من بعيد. ما في داعي انه يقوم من مكانه ويروح للناخبين ويتواصل معاهم في مقر، لانه بيسبب ربكه في الدائره الانتخابيه. فاحنا يعني نوصي المرشحين وكذلك رئيس اللجنه، وهذا راح يتم توصيه المرشحين بالالتزام بمقاعدهم وعدم التواصل مع الناخبين اثناء دخولهم للمقر الانتخابيه. مرات ابو ماجد يعني ممكن بعض الناخبين يشوف واحد من الشياب يعرفه بيقوم يسلم عليه،
هي تقريبا ما فيها اي شيء، لكن هو مفروض من الناخبين نفسهم او المرشحين عفوا انه يلتزم، بس مجرد سلام ارجع لا تتكلم ولا حاجه كتقدير. طال عمرك احنا حطينا وكلاء للمرشحين، ممكن المرشح يحط وكيل له كمراقب ويروح يسلم على الشيبان اللي يبغيهم عند الباب، ما عنده مشكله. طيب لكن داخل خليك خليك ملتزم، اذا عندك وكيل خله داخل يراقب، ولا خل وكيلك يسلم اللي برا. طيب. القصد من وجود ناخب هي الشفافية. نعم. المرشح راقب عمل عمل التصويت المرشح، احنا يعني راقب عملنا وشوف المقصود منه الشفافية. أحسنت. سواء كنت انت او من ينوب عنك. صحيح. احنا نتكلم عن عدد الدوائر تقريبا 29 دائرة. هل في دوائر بماجد حسمت من الان بالتزكية؟ حسمت اربع دوائر عفوا، مبارك لهم بالتزكية، اللي هي الدائرة السابعة بالتزكية، والدائرة 22 بالتزكية اللي هي خاصة بروضة راشد الجميلية، والدائرة 27 اللي هي الكعبان، والدائرة 28 اللي هي الغويرية. هذه الاربع دوائر بالتزكيه يستاهلوا، والتصويت يعني بكره بيكون التصويت في 25 دائره فقط. الدائره السابعه وين؟ 27 الكعبان. لا سبعه في المنتزه. منتزه. بالتزكيه. بالتزكيه اول دائره 27 27 انتهت بالتزكيه ويستاهلون. صحيح. والله يوفقهم ويعينهم في المسيره القادمه باذن الله تعالى، والباقي على 25 دائرة المتبقية بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق للمرشحين والناخبين بإذن الله تعالى. احنا بنتكلم على يعني الأشخاص اللي مسموح لهم أنهم يدخلون مقر الدوائر الانتخابية بالتحديد. طبعا الرئيس اللجنة هو المنوط في عملية التنظيم داخل المقر الانتخابي، وهو اللي يحق له من يسمح له أو من يسمح، حتى لو ما كان عنده بطاقة من اللجنة الإشرافية هو الحاكم في الدائرة الانتخابية اللي تابع له. طبعا احنا أعطينا بطاقات للناس المعنيين في كل دائرة، فيما يتعلق بالناس المتطوعين، فيما يتعلق بالموظفين، فيما يتعلق بالمساعدين القضاء اللي موجودين، كذلك بعض الجهات مثل لجنة حقوق الإنسان لديها أشخاص يمرون على الدوائر لعملية الشفافية والمتابعة، أيضا تم إعطائهم بطاقات خاصة، وأعلم رؤساء اللجان بالأشخاص اللي يسمح لهم بالدخول، والقاضي لا حرية يدخل أو ما يدخل اللي يبغي. نعم. وهو يفضل اللي يجي ينتخب شخص معين ينتخب ويطلع. صحيح. ما يتم يتواجد عند المرشح اللي هو عنده. صحيح. على اساس انه ما يسبب زحمه ولا يخلي المجال لغيره. صحيح. الله يوفقكم ان شاء الله. ويعني وشغلكم بين يا ابو ماجد ومو مقصرين. لو نتكلم ابو ماجد عن الجهات الحكوميه او دور الجهات الحكوميه معاكم. والله هاي فرصة يعني نحن ودنا نشكر الجهات اللي ساعدنا في هذا اليوم. حقيقة وزارة التربية والتعليم ما قصرت، يعني خصصت مدارسها لمدة 4 شهور أو 5 شهور، وإحنا ماخذين مقراتها، ولهم جزيل الشكر حقيقة، وناس كثير مساعدونا فيهم. كذلك وزارة البلدية والزراعة طبعا، البيئة والبلدية والبيئة طبعا ساعدتنا في عملية مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين أيضا وزارة الثقافة والشباب والوسائل الإعلامية، اللي أنتم واحدة من النشاطات اللي قاعدة تقوم وتساهم معنا في التوعية والتثقيف. نعم. واللجنة حقوق الإنسان كذلك، ومجلس الأعلى للقضاء حقيقة اللي وفر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية سواء في لجان الطعون أو في لجان الانتخاب اللي هي معنية بالعملية الانتخابية. نعم. احنا نحث المشاهدين بماجد الآن إلى أن بكرة توجهون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في هذا العرس الديمقراطي، في النهاية هي مصلحة دولتنا العزيزة. بماجد احنا تقريبا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، كلمة أخيرة حاب توجهها للناخبين. أنا صراحة أوصي يعني إخواني الناخبين أن تصويتك غدا هو شهادة وأمانة، شهادة تشهد أن هذا المرشح هو الكف اللي ممكن يمثلك ويستاهل يخدمك في المجلس البلدي. الله يوفقك. شكرا العميد واجبنا الله يحفظك. العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة وعضو اللجنة الإشرافية في وزارة الداخلية، شكرا لوجودك معنا في قناة الريان، ما قصرت الله يحفظك. شكرا. واحنا نقول أعطي صوتك لمن يستحق. صحيح. نعم. مشان الكرام فاصل وبعدها بنتابع ما تبقى من ترحيب، لا تروحون بعيد.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. منذ افتتاحه عام 2014 ومطار حمد الدولي يحصد نتائج تميزه عالميا، فقد اختير بين أفضل المطارات على مستوى العالم من قبل مؤسسة سكاي تراكس الدولية، كما حقق المطار زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت أكثر من 9 مليون مسافر. لا يزال مطار حمد الدولي مستمراً في تألقه إقليمياً ودولياً منذ افتتاحه، وها هو ينال المركز الرابع ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم، وذلك في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019، والذي أقيم خلال معرض محطات المسافرين في العاصمة البريطانية لندن. كما نجح المطار في الحفاظ على تقييم الخمس نجوم، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، وبلقب أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي. وقد منحت هذه الجوائز للمطار تقديراً لجهوده في الاستعانة بأحدث التقنيات ومواكبة التطورات التي تشهدها صناعة المطارات، فضلاً عن الارتقاء بخدمة العملاء ذات الخمس النجوم التي يوفرها للمسافرين عبر مرافقه المتطورة، والتي تستوعب الآن أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً. يشار إلى أن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات تعتمد على ترشيحات ملايين المسافرين في أكثر من 500 مطار مشارك في استبيان، يتضمن 39 مؤشراً رئيساً من مؤشرات الأداء بشأن الخدمات والمنتجات، بدءاً من تسجيل الوصول والتنقل داخله والتسوق والأمن والجوازات، وصولاً إلى نقطة المغادرة. شفنا مشاهدينا الكرام في هذا التغيير الصرح المميز لكل قطري يفتخر فيه، وللحديث أكثر عن إنجاز هذا الصرح معنا اليوم في الاستوديو السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في مطار حمد الدولي. مرحبا ومسهلا فيك أبو سعود معنا في يا مرحبا. مرحبا. الله يحييك أبو سعود، وما قصرت وتستاهلون هذه الجائزة وليست بغريبة عليكم. في البداية نبغى نتكلم على يعني هذه الجائزة، هو يعني للمرة الرابعة التوالي تقريبا أنتم تفوزون فيها. نبغى نتكلم على يعني كيف وصلتوا إلى المحافظة على الشروط والأشياء اللي لازم متبعة من المطارات الدولية أو حتى في التصنيف الدولي على أساس تحافظون على هذه الجائزة. طبعا الجائزة هذه طبعا إحنا طبعا نقول نعتز بأن يكون التقييم لهذا المطار صراحة اللي هو الصرح الكبير والجوائز هذه طبعا ناتجة عن شو؟ أنا الله يسلمك أن الخدمات اللي يتم تقديمها الخدمات الخمس نجوم في فترة طبعا وجيزة يعني ما كملنا الخمس سنوات. نعم. فهذه الجائزة قمة التميز المطار، وهذه احنا نقول يعني الهدية أو العلامة اللي دائما كل مطار ها في العالم يتمنى وجود هذه الجائزة. نعم. إذا تطرقنا الله يسلمك حق يعني التاريخ، من أول ما بدينا من 2016 بدينا في المركز العاشر. مع استمرارية التطور، مع الله يسلمك الخطط اللي فعلا العاشر على العالم، طبعا العاشر على العالم. نعم. وعقبها طبعا في خطة الله يسلمك على أساس أن نواصل هذا التطور. وصلنا في 2017 إلى المركز السادس ما شاء الله. وأيضا طبعا استمرارية حقيقة طبعا مش الجائزة بس بحد ذاتها، لكن احنا دائما ايش ناخذ من الجائزة وش الأشياء اللي نقدر نطور فيها، وش الأشياء اللي فعلا نساند المسافر زين على أساس انه ايش يخلص أموره في أقرب وقت. يعني دائما المسافر في عجالة من أمره انه يبغي يكون على الجيت في أقرب فرصة معينة. ففي 2017 طبعا المركز السادس، وعقبها طبعا المركز الخاص في 2018 صار تطور كبير صراحه. وفعلا السنه يعني السنتين هذول يعني الانجازات كثرت عندنا لله الحمد. نعم. واضف الى ذلك
في 2019 ولله الحمد مع استمرارية الخطة مع استمرارية الصراحة التطور الموجود الآن وصلنا ولله الحمد المرتبة الرابعة على مستوى العالم. أبو سعود إحنا نتكلم عن جائزة، إيش اسم هذه الجائزة؟ طبعا الجائزة اللي هو هناك عدة جوائز الهيئة اللي هو السكاي تراكس هذه طبعا هذا اللي يسلمك من الهيئات أو من خلينا نقول اللي تعطي الجوائز أو أن يكون لها استطلاع للرأي الجمهور في مدى رضا الخدمات التي طبعا تقدمها للمسافر. نعم. تكلم عن إيش أكثر من 500 مطار في العالم، وبعدين ثقلها وميزتها أنها طبعا تكون حيادية ودائما تأخذ رأي المسافر في مدى رضا الخدمات المقدمة من المطار وشو الأشياء الجديدة. ففعلا كل المطارات تسعى أن يكون عندها هذه تكون عندها هذه الجائزة، والجائزة بس ما تمثل أنها هي بس طبعا لا، هذه الله يسلمك الخطط ومجهود الكبير لا بد أن فيه مكافأة. هذا بس أنا قصدت أسألك هذا السؤال، إحنا نوضح أن هذه الجائزة تبين مدى كفاءة مطار حمد الدولي في بلدنا الغالي قطر اللي إحنا نعتز ونفتخر فيه، نفتخر في هذا المطار الموجود عندنا الرابع على العالم. نعم. على مدى كفاءة هذا المطار. نعم. إيش الخطوات اللي أنتوا حاطينها قدام بسعود عشان توصلون إلى المرتبة الأولى؟ وطبعا هذا طموحنا كلنا. نعم. نوصل. نعم. إلى المرتبة الأولى بإذن الله كأفضل مطار ذو كفاءة في العالم. نعم. طبعا مثل ما قلت لك سابقا على أساس أن إحنا في خطة نمشي عليها، وفي طبعا إحنا كمطار دائما ننظر للأشياء الجديدة في صناعة المطارات. انت اساس ان تكون في الخطوه الثانيه لابد ان نشوف شنو الجديد، لابد ان تاخذ راي المسافرين. على ضوء ذلك طبعا انت لا تنسى التكنولوجيا الان عامل مهم جدا في اي مطار في العالم. صح. احنا هدفنا نبي نوصل الى المطار المستقبل. مطار المستقبل يحتاج الى جهد كبير، فبالتالي استثماراتنا صراحه او توجيهنا في المطار الذكي هي من احدى علامات، و احنا نفتخر صراحه ان نعزز هذه الخدمه للمسافر لتقليل الوقت الازدحام وفي نفس الوقت الامن والسلامه. فهذا يعطينا كمان احنا مثل ما يقولون ثقل كبير للمحافظه على الجوائز اللي هاي ناخذها بسنوات متتاليه عديده. يعني حتى كمان على مستوى الشرق الاوسط تكلمنا في كأس العالم اللي كانت في روسيا، احنا المطار الوحيد اللي حقيقة خلينا المسافرين ما ينقطعون خاصة المحبين كرة القدم ان يكونون لايف في مطار حمد الدولي وعمل اي نعم يشوفون المباريات لايف. وهذه الخدمة نحاول احنا دائما نتميز وان نخلي المسافر ما ينقطع من الامور او الشغل اللي هو دائما يتابعها. اي نعم. انتم خليتوهم في كأس العالم في روسيا ما يبون يسافرون، بعضهم يبون يكمل مباراة طيارة مباراة منتخب الله يوفقكم. عبد العزيز، طبعا مطار حمد الدولي هو الاول على الشرق الاوسط، طبعا في صعوبات تواجهكم. نعم. على اساس محافظة على هذا المركز الاول، في مطارات في الشرق الاوسط تبغى تنافس مطار حمد الدولي، لكن لا زلتم مصرين على محافظة. نعم. على جودة المطار ومميزاته، فلو نتكلم على وجودكم لا زلتم في صدارة مطارات الشرق الاوسط. طبعا هذه من العلامات المميزة لمطار حمد الدولي المحافظة على هذا المركز او استمرارية الحصول لخامس مرة على التوالي. طبعا نتكلم عن ايش؟ اولا تدريب الموظفين، إضافة للخدمات الجديدة اللي عادة طبعاً نستثمر فيها، يعني خلينا نقول المطار الذكي تم طبعاً استثمار فيها بشكل كبير، وتم التعاقد مع شركات عالمية مثل سيتا، مثل شركات سي سي إن. طبعاً هذولي هم عادة طبعاً الحلول والابتكار الحلول حق طبعاً خدمة المسافر في طبعاً خلينا نقول في فترة وجيزة. كنا نستخدم اللي هو 62 كيوسك نقطة تسجيل، إضافة ل 12 أيضا نقطة خلينا نقول اللي هو الحقائب، اللي هو وضع الحقائب على أساس أنه يكون هذه كلها آلية. أضف إلى ذلك طبعا أنت من يوم ما توصل المطار هذه الخدمة اللي هو المطار الذكي، هذه واحدة طبعا اللي احنا من الأشياء اللي فعلا تخلينا نحافظ على مكانتنا في من ضمن المطارات العالمية بأن نطور هذه المرحلة الأولى. والله الحمد من 2018 بلشنا مع أكثر من 25% من المسافرين خطوط الجوية القطرية،
وايضا ان شاء الله في المرحله الثالثه راح يكون طبعا راح تكون الخدمه هذه متطوره اكثر من اللازم. ولكن انا بس ارد على سؤالك، احنا كيف نحافظ على هالامور هذه؟ نعم كل مره وفي نفس الوقت كل سنه نحاول نطور ونشوف وشو الخدمات اللي فعلا احنا نقدمها للمسافر اللي يحتاجها، واللي في نفس الوقت تقلل الزمن، تقلل طبعا عمليه نقول مش بس المساله عمليه الاوراق او الاشياء اللي فعلا يتاخر قبل ليوصل. يعني هو يبي يوصل حق وين؟ يبي يوصل الله يسلمك بعد الجوازات انه يكون عند الجيت او يتمتع في سوق الحرة أو يتمشى وتشوف فيه أشياء. الدليل بسعود، الدليل أنكم في الطريق الصحيح مثل ما ذكرت أنت، في 2016 كنتوا في المركز العاشر، تقدمتوا للخامس، الآن السادس، الآن وصلتوا إلى المركز الرابع، وأنتوا هذا يدل على التوجه، توجه صحيح 100%. أهمية أن يكون مطار حمد الدولي من المطارات ذات الجودة والمتقدمة بين مطارات دول العالم في تعزيز مكانة قطر والتنافسية بين الدول. طبعا إذا تكلمنا عن المكانة، نعم أصبح مطار حمد الدولي حقيقة الآن، وإحنا نتشرف ذلك، إنه صار هو عبارة عن وجهة. يعني يقول لك أنا بحجز عن طريق القطرية وبروح مطار حمد الدولي، لأن إذا بغينا نتكلم عن السوق الحرة، فإحنا طبعا يعني قبل أقل من شهر أخذت جائزة عالمية كبيرة على مستوى العالم هذه السوق الحرة. أضف إلى ذلك إحنا نتكلم عن ثقافات، في تعاون كبير بيننا وبين هيئة المتاحف. نعم. يعني نتكلم عن متحف يعني نعم. مفتوح نعم. للزوار، نتكلم عن أكثر من 35 مليون مسافر خاصة الترانزيت. شوف هذه التحف، شوف هذه تعكس ثقافة البلد، حتى اللي بيمر ترانزيت طبعاً. تقدر يشوفها. وأضف إلى ذلك أنت عندك الله يسلمك كمان مثل ما يقولون الفندق الموجود، عندك الأشياء المساندة اللي يحتاج فيها المسافر، إذا قلنا خدمات الضيافة، إذا قلنا الله يسلمك المطاعم، إذا قلنا المتاجر، النادي الصحي. النادي الصحي نعم، نتكلم عن يعني خلينا نقول السوق الحرة 40 ألف متر مربع ومتوفر فيه لكل الأذواق. نعم. سواء هو بسعود يعد نعم. مطار حمد الدولي من مطارات الخمس نجوم لخمس سنوات على التوالي الآن. أكيد نعم. نعم. هذا طبعًا يعكس أنت يعني والله الحمد الخمس نجوم هذه أعطى ميزة أخرى، أن فعلًا مطار الخمس نجوم طبعًا هذه كمان تحدي كبير أن تكون الخدمات ملائمة لهذا، يعني خلينا نقول الخدمات اللي ايش المفروض تعطى للمسافر. نعم. واحنا نحاول بقدر الامكان ان دائما نشوف الجديد. رايتكم بيضاء، انتم امامكم مكسور، واحنا صراحه نشد على ايديكم نشكركم ونبرز دوركم عن طريق الاعلام. السيد عبد العزيز الماس نائب الرئيس للتسويق والاتصال والاعلام في مطار حمد الدولي، شكرا جزيلا لك، والله يوفقكم وفالكم ان شاء الله الاول على العالم باذن الله. باذن الله. وهذا الله يعطيكم العافيه باذن الله تعالى. ما قصرت يا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى نديب قناة الريان فيصل المهندي المتواجد حاليا بفندق شيراتون الدوحة لمتابعة الاحتفالية السنوية السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد. فيصل مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساك الله بالنور يا حمد، مساك الله بالنور يا خالد، مساك الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بالفعل أنا موجود في فندق شيراتون الدوحة لمتابعة الاحتفالية السنوية السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد اللي تنظمه المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء كهرمان. الحديث أكثر عن هذه الجوائز معانا المهندس عبد العزيز الحمادي مدير إدارة ترشيد وكفاءة الطاقة. نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا. في البداية حدثنا عن هدف من إقامة مثل هذه الاحتفالية. طبعاً هو الهدف الرئيسي اليوم طبعاً احتفلنا بالاحتفالية السابعة البرنامج الوطني للترشيد كفاءة الطاقة. طبعاً الهدف الرئيسي من البرنامج أنشئ لتشجيع الناس لتقليل استخدام الكهرباء والماء ورفع الكفاءة للمحافظة طبعاً على الموارد في دولة قطر وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. طبعا البرنامج بدأ من 2012 واستمر معنا 7 سنوات، وبدينا المرحلة الثانية من 2017، المرحلة الثانية بديناها 2018-2022. مثل ما ذكرنا الهدف طبعا رفع الكفاءة وتقليل الاستخدام
بما لا يؤثر طبعا على مستوى المعيشة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. كيف تشوف اليوم مدى نجاح برنامج ترشيد؟ والله اليوم شهدنا صراحة إقبال كبير من الحضور من جميع فئات المجتمع، من الطلبة، من المدرسين، من الشركات، وطبعا مع حضور معالي رئيس مجلس الوزراء تشريفا لنا إن شاء الله. كان الاحتفالية ناجحة الحمد لله، تم توزيع الجوائز جميع الفائزين اللي شاركوا في المسابقات، والحمد لله كانت الفعالية ممتازة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق مستقبلا من نجاحات لأخرى إن شاء الله. هل تشوف أن تم بالفعل الترشيد في الكهرباء والماء في معدل جيد من خلال السنوات السابقة إلى اليوم؟ إيه نعم، طبعا في الاحتفالية في كلمة سعادة الرئيس وفي الفيلم اللي عرض بينت النتائج في 2018 للمبادرات التي أقيمت في 2018 ومن بداية البرنامج. طبعا في مبادرة خليك شريك في الترشيد، هي مبادرة طبعا تهدف إلى مراقبة الاستهلاك للفئات الاستهلاك عالي في الدولة للكهرباء والماء لنمط معين. إذا تجاوز النمط المعين تجي له رسالة أن أنت تجاوزت في الشهر الفلاني استهلاك الكهرباء والماء، يرجى التقليل استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الماء للشهور القادمة. طبعا الرسالة تأتي للقطريين وغير القطريين، وبناء على هاي الرسائل طبعا جمعنا الداتا اللي موجودة عندنا في السيستم. وفي الرسائل بس هي توصل إلى لما يعدي المعدل اللي النمطي اللي موجود حسب الفئة اللي هو ساكنها، إذا كان مثلا فيلا ولا شقة، ويختلف بين الصيف وبين الشتاء إذا كان معدل صيفي ولا شتوي للكهرباء والماء. طبعا تروح الرسالة بشكل شهري ونراقب نفس المستهلك خلال السنة كاملة. في جزء كبير من الناس يعني تفاعلوا مع الرسائل ووفروا، مما نتج طبعا عندنا نتائج مالية حوالي تقريبا 44 مليون ريال قطري بس من مبادرة الرسائل. العزيز بس قبل ما أروح على الجواز اليوم، بس ممكن تعطيني من هو شنو النمط اللي أنتم مستندين عليه اللي توصل حق كل الرسائل؟ أنا هذا موضوع يهم المشاهدين، أنا شنو النمط اللي أنتم تتبعونه سواء في الكهرباء والماء لحد المعين؟ هو النمط الاستهلاك على حسب الفئة، مثل ما ذكرت لك نمط مثلا السكني عندنا الاستهلاك الكهرباء نمط 20,000 كيلوات زين في الشهر، 20,000 كيلوات في الشهر للكهرباء، وللماء نفس الشيء ما يعد 5,000 تقريبا لتر أو 5,000 متر مكعب زين، فيعتمد على الاستهلاك نفسه. في ناس يتجاوزونه في ناس ما يتجاوزونه، بناء عليه نرسل له رسالة، إذا تجاوز نقول له أنت تجاوز حاول كنت تقلل، إذا ما تجاوز نقول له أنت مستمر واستخدامك هو المعدل النمطي. بخصوص جوائز اليوم حدثنا عنها، شنو الجوائز اللي وزعتوا عليها؟ ما شاء الله فئات كثيرة، فتحدثنا عنها. طبعا احنا نطلق سنويا مسابقات ترشيد، هي منافسات بين جميع قطاعات الدولة، القطاع الحكومي والقطاع السكني والقطاع التجاري والصناعي وجميع القطاعات. طبعا اطلقنا مبادرة السنة او مسابقة افضل محطة تبريد مركزي، اطلقنا مسابقة أفضل قصة قصيرة لفئات السنية في المدارس، أطلقنا مسابقة أفضل مشروع تخرج بما يصب في طبعا الاستدامة أو الكفاءة الطاقة، ووزعت طبعا الجوائز بناء على المشاركين والفائزين. ومثل ما ذكرنا الهدف الرئيسي من المسابقات اللي هو مكافأة الناس اللي يتفاعلون مع ترشيد ويرفعون الكفاءة ويستخدمون الاستخدام النمطي، زائد أنه إذا كان مبنى مستدام يعتمد أو يطبق المواصفات اللي إحنا حاطينها، مواصفات طبعاً كفاءة الطاقة من إضاءات وصنابير مياه وحساسات للليتات فغير الأشياء الفنية الأخرى، يعتبر من المباني المرشدة وبناء عليه يتم تقييمه على نقاط فنية وبناء عليه لجنة معتمدة تعتمد المبنى الفائز. في جوائز جديدة راح تطلقونها السنة الجاية؟ إن شاء الله بإذن الله. طبعا حاليا إحنا تحت دراسة أن نطبق جوائز جديدة عشان نشجع أكثر فئات المجتمع بحيث أن تكون التفاعل أكثر مع ترشيد إن شاء الله في السنوات القادمة. إحنا نشكركم ونقول لكم يعطيكم ألف عافية على البرنامج اللي تقدمونه أنتم وشركائكم اللي معاكم، بيض الله وجهكم على ما تقدمونه. وجهك يا بيض، مشكورين.
إذا أعزائي المشاهدين، نشكر المهندس عبد العزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة على هذه الكلمة في ترشيد واستهلاك الطاقة والماء بمناسبة احتفالية السنوية السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الترشيد التي تنظمها المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء كهرماء. هذا كان ما لدي. الحين أرجع لإخواني في استوديو حمد وخالد الشبيسي، تفضل يا شباب. شكرا جزيلا يا فيصل المهندي، والشكر كذلك إلى ضيفك الكريم ما قصرتوا. نعم مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، أقلقت وزارة البلدية والبيئة شاطئ فويرض لغاية مطلع شهر أغسطس المقبل في خطوة تهدف من ورائها الوزارة إلى حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار والمهددة بالانقراض، وبدأت الوزارة في تنفيذ قرار الإغلاق وذلك اعتبارا من بداية شهر أبريل الحالي، داعية المواطنين والمقيمين إلى تحاشي الاقتراب من مناطق تعشيش السلاحف البحرية. معنا الليلة في الاستديو السيد علي صالح المري الخبير البيولوجي ورئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة. يا مرحبا ومسهلا يا أبو صالح، حياك الله معنا. الله يرحب بك غالي. ونشكركم في الوزارة هذه الجهود على أساس حماية هذه السلاحف اللي معرضة للانقراض من الانقراض. في البداية نبغى نتكلم وتحدث مشاهدين الكرام عن هذا المشروع اللي هو حماية السلاحف اللي هي صقرية المنقار من الانقراض. أي أول شيء نشكركم على الدعوة الكريمة. واجبنا الله يحفظكم ومحلكم الله. يا مرحبا، الله يطول عمرك. بالنسبة لحماية السلاحف البحرية مقرية صقر، هذا الله سلمك بدينا مشروعها من 2003. نعم. لأن بعد ما جتنا التقارير عالميا أن هذا النوع من السلاحف صار مهدد من انقراض، والواجب على الدولة لحمايته، بما أن الدولة موقعة اتفاقيات كثيرة من ضمنها اتفاقية التنوع الحيوي، ووصلت السلاحف إلى اللي هو الخط الأحمر اللي هو صار يعني قريب للانقراض. فبدأت الدولة يعني تبحث وتسوي مشاريع يعني على أساس أنها تحمي هالنوع، فعقدنا شراكة مع جامعة قطر لأنها الجهة العلمية الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى دعم قطر البترول. فصار اتفاق بيننا وبين قطر البترول كداعم مالي وجامعة قطر اللي هو كجهة علمية طبعا ممثلة في قسم العلوم البيئية لتدريب الكوادر ومساعدتنا في قراءة المؤشرات على أساس أن نكون يعني نحاول نحد من تنقصها. الله يجزاكم خير. احنا بصالح نتكلم عن شاطئ فويرض، ايش معنى بالذات شاطئ فويرض؟ وبتكلم عن انا هذه السلاحف بالذات، هذه السلاحف هي موجوده يعني من السلاحف اللي في قطر ولا نوع يعني متوفر؟ هذا نوع بشكل كبير في قطر. اي نعم. وساحل فويرض انتم راح تغلقونه 4 أشهر تقريبا. نعم. الى اي حد راح يساهم هذا في تكاثرها او في حمايتها؟ نعم. بالنسبه للجزء الشمال الشرقي احنا يعني لاحظنا في الدراسات وفي تواجد السلاحف، لاحظنا المنطقة هذه هي المنطقة المفضلة للسلاحف من قرية الصخر، ومعظم العشاش متواجدة فيها. وزاد احنا جلسنا مع الدكاترة وقالوا لنا لو تلاحظون خريطة قطر، بيوتها القطر القدامى موجودة في الجزء الشرقي أكثر من الجزء الغربي. صحيح، لأن البحر مياور هناك. البحر وزاد الصيد وزاد المرعى للسلاحف والأسماك موجودة على الجزء الشرقي أكثر من الجزء الغربي. نعم. سبحان الله. نعم. فبعد الدراسة يعني والبحث وجدنا ان هذا المكان من افضل الاماكن للسلاحف من قرية الصقر للتعشيش. فاصدر سعادة الوزير وزير البيئه سنه 2010 قرار رقم 37 باغلاق منطقه شاطئ فويرض ل4 شهور لحمايه السلاحف وحمايه الطيور البحريه. وفعلا بعد الاغلاق زادت العشاش وزادت الطيور البحريه وصرنا نشوف سبحان الله تكاثرها. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. في جهات حكومية متعاونة معكم، نبغى نذكر هذه الجهات وحق واجب علينا نحن نتطرق لهم. جهات طبعا كثيرة، أول جهة مثل ما قلت قطر بترول جزاها الله خير. نعم. دائما تمد يد العون كدعم، حتى دعم في البحوث العلمية، دعم في المشاريع في التعويضات البيئية. جامعة قطر الممثلة في القسم العلوم البيئية، كذلك عندنا في وزارة اللي هي إدارتنا إدارة الحماية والحياة الفطرية. نعم. قسم النظافة، بلدية الشمال، وكذلك ما نسى دوركم كإعلام يعني أنتم واجبنا إحنا حاضرين بفضل يعني الله ثم يعني وجودكم تطور يعني ثقافة الإنسان أو مرتاد البحر. إحنا كنا نواجه في البداية مشاكل في أغلاق الشاطئ، الحين ما نحصل نفس المشاكل الموجودة سابقا، لأن صار في وعي عند الإنسان في المحافظة، حتى صار هو يبلغ
إذا وجد أي نوع من السلاحف في المنطقة يتصل على الرقم 998 للتبلغ عنه. طبعاً هو الرقم المهم، عفواً يا خالد، 998 لأي بلاغ أو أي مشكلة عن السلاحف ممكن يتصل الشخص على 998 ويبلغكم بالمكان والحالة اللي قاعد يشوفها. أي نعم بهذا الشكل. أنا ودي والله كنت بعلق على الصور اللي كنا احنا نعرضها الحين، المقاطع اللي كنا نعرضها كانت سلاحف تبيض وتعيش، وكان هذا هو هذا النوع يمكن اذا شفته هذه يا خالد هذا النوع هو نفسه اللي هي مقاريط الصقر، سماها مقاريط الصقر، تلاحظ الشفه من قدام نفس المنقار نفس الصقر مقاريط الصقر نفس المنقار، وهذا مهدده بالانقراض، هذا مهدد بالانقراض. نعم احنا نشوف احنا هي تبيض، وهذه عشاشه، هذه عشاشه، وهذا هذا تصوير كله منكم. وهل انتم بصالح، هل انتم تحطون عليها سنسر او جهاز تتبع؟ نحط على الكبار، كل سنه نحط على 5 سلاحف جهاز تتبع. ليش نحط جهاز تتبع؟ اول شيء نبغى نشوف مناطق المراعي حقت السلاحف، وهل هذه السلاحف سلاحف يعني تكون موجوده في بيئتك ولا تروح بيئات ثانيه؟ هذا اللي انا هذا السؤال اللي بساله. ايش اللي شفتوه ابو صالح؟ هل احنا نقل الى بلدان اخرى ولا في الخليج؟ هي السلاحف الموجوده عندنا تكون عندنا وبعض الدول المجاوره. زائد ثاني حاجه احنا عرفنا بعض المناطق المفضله لها كمرعى، عشان بكره لما يجيك اي مشروع مستقبلي نقول لهم يا جماعه هنا انا ما تحب الضوضاء ولا تحب الازعاج بشكل عام. طيب ابو صالح الوقت قاعد يداهمنا، لكن مخالفه اللي ممكن تمسكونه او يصير في بلاغ عليه حاول انه يمر على الشاطئ او يخرب مكانها وهو عارف بالتحديد، شو المخالفات؟ احنا اول شيء طبعا تفادينا هذا، احنا تصورنا منطقه فوير تصورناها، لكن بالنسبه للشواطئ الثانيه يعني لو مثلا رصدنا اي مخالفه طبعا في اجراءات ان عندنا مفتشين عندهم ضبطيه قضائيه عن طريق النيابه العامه، يسوي محضر وطبعا يروح الاداره، من الاداره تحول على النيابه العامه. نعم ويقاضون الشخص. ونتمنى ان شاء الله تكون الرقابه ذاتيه من اللي يسمعون. صحيح اكيد هذا يعني نعتبر في ارث نبي عيالنا يشوفونه. صحيح لازم احنا نحافظ عليه. السيد علي صالح هادي المري، خبير البيولوجي ورئيس قسم الحياه الفطريه في وزاره البلديه والبيئه، الله يوفقكم في اللي تقومون فيه. جزاكم الله خير. شكرا لتواجدك معنا. جزاكم الله خير. شكرا. ما قصرت ما قصرت. مشاهدي الكرام، بذلك نكون وصلنا الى ختام حلقه ترحيب، وعدنا معكم باذن الله تعالى القابلة، ولكن في تغطية خاصة على الانتخابات للمجلس البلدي، فما الله. والسلام عليكم.